السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ شو تمام؟ شو بخير؟ معكم محمد عوض من شركة Unleash by MA. Unleash by MA basically وكفكرة أن عندي يوتيوب شانل، أنا فلوجر، فمن هاليوتيوب شانل through time مع مرور السنين سويتك الشركة وتحت الـ Unleash by MA في شركتين أنا بنيت اسمها تصميم إكسبرس وبزدف كونسلتنسي. فاليوم براويكم برودكت اللي أنا لأن أنا بزنس ديفلوبمنت، صار لي أكثر من 15 سنة أشتغل مع شركات إعلانات وماركتينج وبزنس ديفلوبمنت. فكل الأصعب شيء اللي في البزنس ديفلوبمنت شنو؟ إنه the first impression اللي هو أول مرة إن أنت تتعامل ويا الشخص، شلون تكلمه، how to connect with them. وبالذات إحنا حاليا في التكنولوجيا اللي إحنا فيها، ففي طرق أن نقدر نوصل حق الكلاينتس بالسهولة بالطريقة انه with the click of a button حبة واحدة بس، مجرد they can connect with you، يتواصلون معك بكل الشبكات اللي هو السوشيال ميديا واليوتيوب والايميل والويب سايت وسو اون سو فورث. فخليني اراويكم اول شيء اللي هو الشيء المنتج اسمه اي بزنس كارد. شنو اي بزنس كارد؟ احنا اليوم كل ما نتكلم ويا شخص مجرد اتصال بالواتساب يتعرفون علينا واحنا نتعرف عليهم كبزنس كبيرسونال شخصيا وكانفلونسر. الشيء الوحيد اللي ناقصنا انه تو كونكت وذ ذم، انه الطريقه الصحيحه. شنو هي الطريقه الصحيحه؟ اذا مثلا بتطرش حق فلان على واتساب، بتطرش له مثلا رقم تليفونك والايميلك والانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وكلها بتسويها تاب لازم تكتبها. فهاي انا سويت طريق انه يكون اسهل، يكون مور بروفيشنال، وفي احتمال انه 35% فرصه انه يتعاملون وياك، يواصلون وياك، ويسوون لك فولو. بس شنو هالطريقه؟ اسمها اي بزنس كارد، هو انتراكتيف بزنس كارد، يا خلينا نقول الكترونيك بزنس كارد، انا اسميه لك انتراكتيف. زين انت الحين اليوم تطبعون بزنس كارد مره مرتين ثلاث اربع مرات، هذه اي بزنس كارد الكتروني، بزنس كارد الكتروني، طرشها مره حق زبون ذاتس ات. تقدر تطرشها 1000 مره، تقدر تطرشها مليون، ما doesn't matter how many times you send it، كذا مره تطرشها. فعندك اللي هو no more reprinting of business card، ما احتاج تطبع من خلاص، يعني you don't need to reprint business card. ومو شرط انه يكون physical، تقدر تطرش حق الشخص اي مكان في العالم، وهو في امريكا، في اوروبا، في الخليج، بتكليك of button. زين طريق انه شلون توصلون لها هو perfect حق business يا شخصيا، يكون حق اي شخص. وطريقة تقدر تطرشها الا بالواتساب، تقدر تطرشها باللينكدين، بالايميل، through website، downloadable link بالdownload. فهذه طريقة شيء عجيب. يعني تخيل عندك مثلا في الواتساب 1000 شخص، وتسوي جروب 265 شخص، ضربة واحدة اطرش لها بالبي دي اف، كل من يوصل للبي دي اف. فsend your e-business card thousands، بالالاف تقدر تطرش باليوم، ما لخص، وما عندك عدد معين، ان تقدر تطرش 10 اشخاص في اليوم، 20 شخص، 1000 شخص. زين خليني اراويكم امثله. هذا امثله، مثال رقم واحد، هاي ماي e-business card، هاي اول صفحه في ماي e-business card. فتشوف احنا هنا صورتي وعندك واسمي وكل شيء، عندك الويب سايت، وبلس عندك هنا مكتوب كليك ذا ايكون تو اكسبلور. انا ليش كتبت هالشيء؟ عشان الناس يعرفون ان هذا الايكون لينكدين دي هاف تو كليك اون ات، لازم يضربون عليه عشان تو كليك. فخلينا نضرب على لينكدين. اول ما اضرب على لينكدين اكو اخذني دايركتلي على ماي اكونت لينكدين. خلينا نروح مثلا اوبشن نمبر، هاي اكزامبل نمبر، مثال رقم 2 هو الكيو ار كود. هاي مجرد تخلي يور بزنس كارد، اي شخص يقدر يسوي سكان يور بزنس كارد وعلى تليفونهم يقدر يحصل رقمك، تليفونك، ايميلك، واسمك، ايش هو يسيفونه فيري ايزي بسكان بس يسوون. مثال رقم 3 اللي هو اسم ماي شانل، ماي يوتيوب اند انستغرام شانل. فعندك الناس ما تشوف كليك اني ايكون، وعندك 1 2 3 4 5 ايكونز، انستغرام، فيسبوك، لينكدين، وايميل. خلينا نضغط على اليوتيوب. اول ما ضغط على اليوتيوب اكو دايركتلي وداني على ماي يوتيوب شانل.
اكو هاي ماي يوتيوب شانل انليش باي محمد عوض. خلنا اراويكم انا ذا اكزامبل. خلنا نروح انستغرام. خلنا انستغرام تضرب على انستغرام دايركتلي وديك على ماي انستغرام اكونت. وايد سهل وشي بسيط very very easy. بعد perfect for one person حق شخص واحد حتى للشركة. لا تخيل عندك شركة الحين فيها 20 شخص 30 شخص 10 أشخاص 5 أشخاص 100 شخص. فتخيل حق كل شخص تسوي ال PDF وينطرشونه يوميا بالواتساب حق الزبائن. فو easy مجرد أول ما يوصلهم ال PDF الزبون يسوي download يشوف كل الديسكريبشن عن الشخص شنو السيرفيسز اللي عندكم وكل الايكونز موجودين وكل يسوون كليك عشان يروحون يتواصلون معك في السوشيال ميديا ويسوون لك فولو. فذيس از ري ماركتينج. هاي يسمونها ري ماركتينج مور بروفيشنال. وحتى تقدر تخلي اي شيء مثلا هنا تقدر تخلي فيديو لو عندك فيديو تضغط على الفيديو يطرشون يعني يرسل لهم على اليوتيوب. خلينا نقول مثلا عندكم اعلان في اليوتيوب. هاي بعد contact us. هاي مثلا هاي contact us عندك واتساب. اضغط على الواتساب خلينا نشوف. فدايركتلي على الواتساب. خلينا نروح الايميل. ايميل ايكون دايركتلي على الايميل اكوها تصميم اكسبرس @gmail.com. حدا تضغط على الويب سايت. تضغط على الويب سايت يوديك دايركتلي على الويب سايت بعد unleashbyma.com. فهو شيء بسيط very easy to do. تقدر ترشح كل وطريقتين نقدر نسويه. يعني نسوي simple design يعني نقدر نسوي design على your brand شنو اللوجو شنو البراند. نقدر نسوي design customize على ال PDF ال events card حقكم. وشكرا.